هل اقتربت المواجهة بين موسكو وكييف وحلفائها الغربيين؟ التصريحات والدلائل على الأرض ربما تشي بذلك. أحدث فصولها تهديد مباشر من الأمين العام للحلف الأطلسي لروسيا، قال فيه إنه إذا استخدمت موسكو القوة مع أوكرانيا فستتحمل عواقب وخيمة. سبقه قبل ذلك بساعات إعلان بريطانيا على لسان قائد القوات البرية الفريق رالف فودس نيتها نقل معدات عسكرية إلى ألمانيا تحسبا لما وصفته مواجهة عسكرية مع روسيا. يتصاعد التوتر بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى منذ مطلع الشهر الجاري على خلفية المناورات العسكرية التي أجرتها واشنطن والنيتو في البحر الأسود، مناورات اعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استفزازا مباشرا لروسيا، ورد بتوقيع مرسوم يقضي بتقديم الدعم الإنساني لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في دونباس شرق أوكرانيا. الخطوة فهمت من طرف الغرب على أنها تمهيد لضم المنطقة. ارتفع منسوب التوتر أكثر عندما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن حشد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا. المخاوف غذتها تقارير وسائل إعلام أوكرانية وغربية بهجوم وشيك للقوات الروسية على أوكرانيا، لكن الكريملين وصف هذه التصريحات بحملة إعلامية تهدف إلى زيادة حدة التوتر، وتحاول بعض الدول من خلالها تصوير روسيا كجانب يهدد عملية تسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا. فهل تصدق الرواية الغربية بشأن نوايا روسيا؟ ويقدم بوتين على إعادة الكرة في دونباس مثل ما فعلها مع جزيرة القرم في 2014.